قوي جدا وعندك اراده قويه جدا. ايه اللي حصل في ال 20 سنتي؟ والله هو الحمد لله، وانا كنت ماشي 12 رقم 12 عند رامي الاخيره عند اخر لاعب، هو اتخطاني. ما كانش فيه نصيب شويه، ممكن برضو قله الماتشات، ما كانش عندي الخبره الكافيه بقالي 4 سنين موقوف، فكانت طبعا ما كانش فيه احساس الماتش اللي هو اقدر ان انا اتحكم في المسافه. فكان في حاجات كتير ناقصه. ناقصاك بسبب بالظبط، كان في حاجات كتير ناقصه. لما لعيب يتوقف ماتش مستواه بيقل، لما يتوقف سنه مستواه يقل، لكن لما لعيب يقعد 4 سنين ويرجع تاني يلعب في الاولمبياد، ده اراده وتحدي مش طبيعي. والله حقيقي هو كان بالنسبه لي ده كان تحدي صعب جدا. اللي هو انا عايز ارجع، انا عايز اروح الاولمبياد ان شاء الله. ناس كتير كانت مؤمنه بيا، ودي كانت نقطه الفيصل. يعني كانت عايز تحكيها بالتفصيل عشان الحته دي بالذات يا ايهاب، يعني عند الابطال الصغيرين لازم يحسوا ويشوفوا لعيب ازاي كابتن كبير بطل كبير 4 سنين ورجع تاني في اعظم بطوله في العالم قدام الناس كلها ووقف فيها ولعب. بص يا كابتن، هي انا كان عندي ثقه في ربنا كبيره جدا ان شاء الله هقدر ارجع. الثقه دي كان اللي مديها اللي حواليا، اهلي في البيت كانوا هم اللي مديني الثقه، صحابي. ربنا كرمني بمجموعه عمل، يعني مثلا النادي الاهلي عمره ما سابني، ما تخلاش عليا من اول يوم، انا حتى من قبل الوقف، لا حتى في الوقف، على قد ما قادر كان بيساعدني بالطريقه اللي ما ينفعش يكون فيها حاجه غير قانونيه. كويس. بعد كده كلمتني شركه روابط، كلموني ووقفوا جنبي وتعالى واحنا هنقف جنبك ونساعدك وترجع، فاداني امل. الوزاره كلمتني، الوزير معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي، اللجنه الاولمبيه للاتحاد، ففجاه لقيت نادي اتحاد وزاره شركه روابط اهلي صحابي كل الناس في ظهري. المنظومه حواليك اكتملت. بالظبط، كل الناس في ظهري وكل الناس كلهم مقتنعين ان انا اقدر. كل الناس معين كلهم كانوا مقتنعين ان انا اقدر اجيب ميداليه، وكلهم بيقولوا انت هتجيب ميداليه، مع ان انا عارف ان كلهم عارفين ان انا رجوعي ان انا اروح الاولمبياد ده في حد ذاته انجاز. كنا حاطين عليك امل في الميداليه بصراحه، يعني انا واحد من الناس كان عندي امل وانت بتلعب انت تجيب ميداليه بصراحه. والله انا كان عندي امل، انا كمان ارقامي في التمرين كانت تقول ان انا اجيب ميداليه. بس كان الوقت الاعداد ما كانش كافي جدا بالنسبه لي بسبب الوقف، بسبب طبعا ان انا ما فيش ماتشات، مش عارف العب ماتشات. هو في الوقف يا هبه ما بنلعبش ماتشات، ما ينفعش خالص، او ما ينفعش اتمرن على ملعب الدوله. اوف، وما ينفعش حد يساعدني بفلوس، كله من انت بتتمرن ده مقفوله، يعني انت سنجل من الاخر يعني لوحدك. بالظبط بالظبط. كنت بره فين يا هبه؟ انا كنت بتمرن في الشرقيه في الوقت ده، كنت اتمرن في كفر صقر. في كفر صقر، مركز شباب كفر صقر. كفر صقر بالنسبه لك ايه؟ هي بلدك. هو ابن كفر صقر، خلي بالكم، يعني كابتن ايهاب عبد الرحمن ابن كفر صقر، وانا عارف الشرقيه دي فيها كرم كبير جدا. ربنا يخليها بجد والله. ربنا يخليها. يعني قول لي بقى عملت ايه في كفر صقر؟ هو انا اول طبعا الوقف لما حصل، فاضطريت ان انا ارجع بلدي تاني قريه ناطوره، مركز كفر صقر. كويس. وهناك الناس بصراحه رحبوا بيا، قال لك تعالى اتمرن اللي انت عايزه كله. بدات اتمرن واحده في واحده، جه برضه حصل لي شويه عقبات شويه في النص. كويس. جالي اصابه كبيره في دراعي، في كوعي، لفيت عليها كتير جدا. اللي يقول لي انت هتبطل، يقول لي مش هينفع تلعب. بعد كده جيت سافرت فنلندا، كلمت انا واحد صاحبي هناك. كويس. ورحت للدكتور هناك وعمل العمليه والدنيا كانت تمام، وحتى انا بحكي له التقرير اللي معايا وكده قعد يضحك، قال لي ده عادي خالص، ما فيهاش مشكله خالص، ده عمليه تنظيف يعني. والله حاجه سهله يعني. بالظبط، قال لي 4 اسابيع وتنزل تلعب ماتش عادي وبتاع. وفعلا رحت 4 اسابيع نزلت ما فيش حاجه في دراعي. ما شاء الله يا جماعه، في ده انا بقالي 3 4 شهور عمال الف على دراعي بلف حوالي نفسي. بالظبط. فرجعت بعد كده بقيت مقضيها تمرين في الشرقيه عندنا. بعد كده ربنا كرمني اخر سنه جه الوقف اتشال من عليا، وبرضه في الفتره دي برضه قلت اما استفيد شويه دخلت ماجستير. خلصت الماجستير ما شاء الله عليك، وشغال دلوقتي في الدكتوراه، المفروض ان شاء الله اناقش السنه الجايه باذن الله. هتبقى بقى